نقدم لكم متابعينا أحدث تردد لقناة تلفزيون قطر HD الجديد على القمر الصناعي النايل سات. وتأسس تلفزيون قطر منذ عام 1970 وكان البث بالأبيض والأسود، أما في عام 1974 بدأ البث بالألوان، أما في عام 1982 تم إنشاء القناة الثانية 37 باللغة الإنجليزية. وقدمت القناة الثانية من تلفزيون قطر المسلسلات والأفلام الأمريكية والهندية، وعرضت أيضا البرامج الوثائقية والفكاهية. والآن مع أحدث تردد لقناة تلفزيون قطر HD الجديد على القمر الصناعي نايل سات. القمر الصناعي نايل سات، التردد 10719، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 22000، معامل خطأ 2/3. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.